السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة ديري السكينة. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة اللي هي فقاس مالح بأربعة الأشكال مختلفة. كيجيو رائعين وزوينين ولداد بزاف بزاف، نتمنى أنهم يعجبوكم. فما تنساوش تخليو لي لايك وتعليق وتبارطاجيو لا فيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. ولا كنتو أول مرة كتزورو القناة، ضغطوا على زر الاشتراك، ابوني وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد من طباخي. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقه تحضير الفرجه نتاعي. فبالنسبه للمقادير ديال هذا الفقاس، غادي نحتاجوا ليه جوج البيضات، كاس لاروب ديال زيت الزيتون، كاس ديال الياورت الطبيعي بدون سكر، معلقه ونص ديال الزبده، احتاج جوج المعالق، ربعه القطع ديال الجبن، الملح على حسب الذوق، ومعلقه صغيره ديال الابزار وخماره. بالنسبه للدقيق خديت كيلو ديال الدقيق. غادي نضيف الملحه، تقريبا معلقه كبيره ديال الملحه اللي غادي نضيفه، القياس اللي غادي نملح لينا. غادي نديرو الابزار، معلقه صغيره ديال عامره ديال الابزار، غادي نديرو ساشي ديال الخميره، غادي نخلطو هاد النواشف، وهذا غادي نضيف هاد الزبده تكون بحراره ديال المطبخ. وغادي نضيف قطع ديال الجبن والياورت الطبيعي. هنايا تقدروا تزيدوا واحد المعلقه كبيره ديال المطاط، انا ما غاديش نديرها، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي، غادي ندير جوج بيضات وغادي نخلط الكل. صافي، وغادي نبدا نخلط في هذا الشيء كامل. وغادي نضيف زيت الزيتون، وغادي نحتاجو بطبيعة الحال ماء للخلط. صافي، دابا غادي نجمع العجين ديالي، وانا كنضيف الماء بشويه بشويه. صافي، هاي العجين ديالتنا بعد ما تنجمعوها
غادي ناخدوها وغادي نقسموها، كتكون خفيفة بحال هكايا، غادي نقسمها على 4 ديال الكرات أولا 5، المهم كيبقى على حساب الذوق ديالكم. الكرة غادي نديرها في السلوفان، صافي. غادي ناخد الكره الاولى ديال العجين، غادي ندير فيها 2 معالق كبارين ديال المكنوس، كيبقى على حساب الذوق ديالكم. المهم هذا الشكل الاولاني، غادي ندير فيه الكزبره ومعدنوس. صافي غادي ندخل فيها هاد الكزبره ومعدنوس، غادي ندخلهم فيها مزيان. واخا ترخف ليكم العجينه ضيفوا ليها القليل من الدقيق وغادي تجمع ليكم. خديت الكره الثانيه، غادي ندير فيها الخرقوم البلدي، وغادي ندير فيها نخفف هذا الفرماج الخرقوم، وعاده غادي ندير فيها الفرماج مبشور. المهم الكميه اللي بغيتو، انا راه واخا كثرت المهم راه كيجي بنين. الكميه اللي بغيتو كديروها، صافي انا غادي نجمعها مزيان ونتلاقاو ان شاء الله. صافي هي الكره اللي درنا فيها الفرماج ودرنا فيها الخرقوم عرق، غادي نلويوها حتى هي في السلوفان، وغادي نجيبو الكره الثالثه، غادي نديرو فيها الزعتر. وما هو الزعتر عندي هنايا مطحون تقريبا مقدار ديال معلقة كبيرة. صافي وغادي ندخل هاد الزعتر، غادي ندخلو مزيان في العجين. صافي ها هي الكره بعد ما دخلنا فيها الزعتر مزيان، غادي حتى هي نديرها في السلوفان ديالها، وغادي نجيبو الكره الرابعه والاخر اللي بقات لنا. دابا كناخذ الكره الرابعه، غادي ندير فيها قطع ديال الزيتون، تقدو تزيدو الا بغيتو ديرو بحال كيف درت انايا، نفس هادشي اللي درت انايا، بغيتو تبدلو ديرو معلقه كبيره ديال العطريه ديال التوابل ديال السمك، بغيتو ديرو عطريه ديال الشاورما، المهم داكشي كيبقى على حساب الذوق ديالكم. اولا ديرو صلصه ديال الطماطم والسودانيه اولا الهريسه، المهم اللي كيبغي الحار. صافي انا غادي ندخل هاد الزيتون مزيان في العجين،
فيها هي الكرة ديال الزيتون، غادي نوضعها في السلوفان وندوز دابا نحربلو الاشكال اللي خدمناهم من قبل. صافي عاودت خديت هذه الكره اللي درت فيها الفرماج ودرت فيها الخرقوم، غادي نزيد فيها شويه ديال السودانيه، المهم كيبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي غادي ندخل فيها الحار، صافي خديت العجين ديال الزعتر وغادي نحربلوها بحال هكا يا حبابل كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما قسمتها، وهذا غادي نسمعوا منها حريبلات. نحربلو بحال هكا وكنستفهم بالبلاطة. المهم هادي العجين ديال الزعتر حربلتها بهاد الشكل هذا، وندوزو للعجين الاخرى غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو ليها. صافي اما الشكل الثاني اللي فيه الزيتون حربلتو بحال هكايا، وغادي نوضعو حرابل المهم غادي نحربلوه بهذا الشكل هذا، هذا بغيتو يجيني مدور. صافي غادي نديرو هكا باش يجيني مقاد ملي نقطعو. صافي هذا كنديرو حرابل بحال هكايا، وغادي ندخلو المجمد حتى يتجمد مزيان وعاد غادي نقطعو. اما الشكل اللي خدمتو بالزعتر وستفتو بالبلاطة بهذا الشكل هذا، غادي ندخلو الفران اللي كيكون سخون على النار المهيله، غير يتشمع ليا ماشي طيب، غير يتشمع شويه ونخرجو. المهم يشد راسو القياس اللي نقدو نقطعوه ونخرجوه، نخليوه حتى يبرد ونقطعوه ديك الساعه. ودابا غادي ندوزو نخدمو الشكل الثالث اللي بقى معانا. خديت هاد الكره الثالثه اللي فيها الجبن وغادي نسرحها. صافي بعد ما سرحت العجينه ديالتي بهذا الشكل هذا، غادي ناخذ قطع وغادي نقطعها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا.
صافي غادي ناخذ الحربول بعد ما ديال الزيتون بعد ما تجمد وغادي نقطعوه. صافي غادي ناخذهم بحال هكا غادي نفركهم في اللاطه. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا الفقاس بالزيتون كيف ما كنقطعوه بحال هكا بهذا الشكل هذا، غادي نستفوه في اللاطه وندخلو الفران حتى يطيب ونتلاقاو ان شاء الله. صافي الفقاس ديالنا بعد ما تشمعوا هذا كيف ما كتشوفوا ما كنخليوش يطيب، هانتوما راه باقي كنخليوه غير كيتشمع وغادي نقطعوه بهذا الشكل هذا، يعني القياس اللي غادي نقدوه ونقطعوا به. صافي كنقطعوا الفقاس ديالنا بهذا الشكل هذا طريقه سهله، ها انتم كيف ما كتشوفوا غادي نستفوهم في اللاطه ونتلاقاو ان شاء الله. صافي انا غادي نكمل التقطيع ديال الفقاس ديالي بهذا الشكل هذا حتى نسالي وندخلهم ان شاء الله الفران. كانوا هادو هما الشكلات اللي خدمنا اليوم مع بعض، ربعة الشكلات اللي خدمت معكم. الشكل الاولاني ديال الزيتون كيف ما كتشوفوا كيجي رائع وكيجي زوين ولذيذ بزاف بزاف، هانتوما باش كتشوفوا القرمشه ديالتو كيجي زوين بزاف. والشكل الثاني اللي خدمناه بالفرماج والحار والخرقوم بلدي، الشكل الثالث اللي درناه بالزعتر هو هذا، والشكل الرابع اللي درناه بالقزبر ومعدنوس هو هذا. نتمنى هاد الاشكال اللي خدمت معكم اليوم بربعه يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش دعموا القناه باللايك وبلي بارطاج وتابعوا جديد وصفاتي. دمتم في رعايه الله والى فيديو اخر من ديري السكينه.